محدش هيقدر يهرب من الموت يا نيفين يا بنتي. الموت اللي هيجي هنا هيجي هناك، والمكتوب هو اللي لازم نشوفه. يا بابا احنا بنروح نصلي في الكنيسة واحنا خايفين وحاطين ايدينا على قلبنا. اسمعوا يا اولاد، انتوا كبرتوا وشايلين مسؤوليات وعندكم حياتكم وعيالكم. اللي عايز يمشي أنا مش همنعه ومش هزعل منه، كل واحد يعمل اللي هو شايفه صح، إنما أنا لا لا مش هقدر أهاجر. نسيب حضرتك لوحدك إزاي بس يا بابا؟ هو أنت بتعمل إيه هنا؟ ليك إيه هنا هتبكي عليه؟ أنا أقولك عندي إيه. أنا كل يوم الصبح أقوم من النوم أقعد في البلكونة أشرب الشاي، أشوف عربية الفول واقفة قدام البيت من الناحية التانية، والناس ملفوفين حواليها وبياكلوا بمتعة وسعادة غريبة. بعد كده القهوة تفتح ويفتحوا الراديو واسمع اغاني كلها تفاؤل وامل، وده رايح الشغل ودي رايحه السوق، والاولاد الصغيرين واقفين مستنيين الباص علشان يروحوا المدرسه، وده بيصبح على ده وده بيقول لي ده آخر نكتة. قولوا لي بقى ألاقي الحياة دي فين في أمريكا؟ بذمتكم مش هموت هنا أحسن ما أموت بعيد عنها بالقهرة والاكتئاب؟ اسمعوا بقى، أنا عاوزاكوا تخلوا بالكوا على بعض وتحافظوا على بعض، مهما اتخانقتوا ولا اختلفتوا بينكوا وبين بعض اوعوا تدخلوا حد بينكوا. حاضر يا ماما، ما تقلقيش يا حبيبتي. علاء أنت الكبير دلوقتي، أنت بالنسبة لإخواتك الأب والأم خدهم في صدرك وحافظ عليهم. حاضر يا جدي. كراميلا أنا عايز سجادة صالة وسبحة ومية زمزم وتمر وأي حاجة من السوق الحر. يلا. بسم الله الرحمن. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. إلى معاد. روح ترجع بالسلامة إن شاء الله.